خلونا نروح يمكن موضوع تاني، ونروح لمحافظة محافظة الغربية اللي بتعتبر هي أكتر محافظة أصدرت كارت ذكي للمزارعين، حوالي 500,000 كارت عشان يساعد المزارعين في الحصول على كل الخدمات بطريقة سهلة وآمنة، لأنه منظومة الكارت الذكي عامة بتستهدف أحكام الرقابة على مستلزمات الزراعة، وخاصة لو هنتكلم على الأسمدة والمبيدات والبذور، وده الضمان وصولها للمزارعين وعدم تسربها طبعا للسوق السوداء. صحيح، الكل يعلم يعني جيدا إزاي أنك تنظم هذه المنظومة في ظل كارت ذكي وخصوصا مع الفلاحين. خلينا نقول المنظومة دي يعني بتوفر قاعدة بيانات قومية للحيازات الزراعية، بتعمل تحديدا حصر دقيق للمساحات المنزرعة، بتعمل حصر لكمية المحاصيل المستهدفة من هذه الزراعة، ده غير أيضا أنها بتساعد في عدم التعدي على الأراضي الزراعية. خلينا نشوف التقرير ونشوف مميزات هذا الكارت. محافظة الغربية تصدرت تطبيق منظومة الكارت الذكي للفلاح بعد إصدارها أكثر من 500,000 كارت ذكي للمزارعين حتى الآن لمساعدتهم في الحصول على كافة الخدمات بسهولة ويسر. تستهدف منظومة الكارت الذكي إحكام الرقابة على مستلزمات الزراعة وخاصة الأسمدة والمبيدات والبذور لضمان وصولها للمزارعين على أكمل وجه وإعطاء كل مزارع حصته المحددة لمنع بيعها بالسوق السوداء. أيضاً تهدف المنظومة الجديدة إلى توفير قاعدة بيانات قومية للحيازات الزراعية من خلال تدقيق الزمام وعدم التعدي على الأراضي الزراعية وتدقيق المساحات والمحاصيل المزروعة وأنواعها. ويستطيع المزارع استخدام الكارت الذكي في تعاملاته مع الجهات المختلفة المرتبطة بالقطاع الزراعي، خاصة أن الكارت يكون مسجل عليه جميع البيانات الخاصة بالمزارع والحيازة الزراعية التي يمتلكها، مما يسهل على المزارع إنهاء تعاملاته المختلفة في تلك الهيئات. ولا تزيد تكلفة استخراج الكارت الذكي عن 50 جنيها للمزارع وسط تسهيلات مقدمة للراغب في استخراجه، حيث يتم تسجيل حيازة أرضه في الجمعية الزراعية التابع لها وسحب استمارة حيازة إلكترونية بالمجان من ذات الجمعية، بالإضافة إلى صورة لبطاقة الرقم القومي للفلاح، ويتم إصداره خلال 15 يوماً.